اللي حصل؟ برن على ماما وبقول لها انا جاية انا والعيال نقعد عندك اسبوع، راحت قافلة السكة في وشي. مش عارفة ليه عملت كده، مع ان اخر مرة كنا عندها حصل. انت يا بت. نعم يا ماما. انت جاية هنا يا بت تلعبي بالموبايل؟ انا جاية العب بالموبايل. مش انت يا بت جاية تساعديني؟ لا انا جاية اكل والعب بالموبايل واستريح شوية وامشي، بس مش هعمل ولا اي حاجة. قومي يا بت اتحركي ساعديني في المطبخ. لا يا ماما لا والله انا جاية اقعد بس. طب قومي شوفي عيالك اللي بهدلوا الدنيا جوه. شوفيهم انتي، انتي مش سبتهم؟ وبعدين ما سيبيهم يلعبوا ويكسروا براحتهم. الله، هما مش جايين عند ستهم ولا ايه؟ يعني انتي مش ناوية تقومي من مكانك؟ لا يا ماما مش هقوم من مكاني، انا جاية هنا اريح اعصابي وبس. يا بنت هو انا مش جوزتك عشان استريح منك؟ رجعلي تاني ليه؟ ما تروحي تاكلي في بيتكم. لا يا ماما اصل انا في بيتي ما بعملش اكل. يا نهار اسود، عشان كده الراجل بيشتكي. ما انا بحافظ لك على عمر الحلل اللي انت جبتيها، بدل ما تقعد سنه ولا حاجه من الغسيل والطبيخ بقى والدعك وكده. لا انا سايباها لك بقى تفضل على طول، يعني تريحي الحلل وتتعب امك يا بت. ايه يا ماما مالك، الحلل بقت غاليه ب 24000، انما انت ب 150 جنيه. اروح اكشف لك. يخرب بيتك. طب سيبك مني انا خالص، جوزك بتاكليه ايه؟ ده بيشتكي وبيقول ان انت مش بتاكليه. كذاب والله باكله. وبتاكليه ايه يا معدوله؟ باكله 3 اندومي في اليوم. يعني بتفطريه وتغديه وتعشيه اندومي؟ ايوه، وساعات كمان بعمل له حاجه حلوه. بتعملي له ايه حلو يا اختي؟ اندومي باللبن والعسل. يا فرحه امك بيكي. انا هتصل بجوزك ده واخليه يجي يطلقك وترجعي تعيشي معانا هنا. انت مش ليكي في الجواز. انت لما انت يا بنت مش بتاعه جواز ومش هتطبخي في الحلل، خليتيني اجيب لك حلل اشكال والوان من كل الانواع ليه؟ الله يا ماما، مش لازم اجيب زي اصحابي. انت اصلا مش وش جواز، اتجوزتي ليه؟ خليكي فاكره يا ماما ان انا قلت لك ان انا عايزه اعمل ميك اب والبس عروسه واتصور، وانت اللي ما رضيتيش، فاضطريت ان انا اتجوز عشان اعمل كل الحاجات دي. يخرب بيتك. انا هروح اعمل لك الاكل تاكلي ومش عايزه اشوف وشك تاني. بس والنبي يا ماما حاجه دسمه كده عشان انا هفتانه. ومهبطه عشان ما بتطبخيش في بيتك يا خايبه. عيالك كسروا حاجه جوه. قومي يا بت شوفي العيال، خليهم يسكتوا، عمالين يكسروا في الحاجه من الصبح. شوفيهم انت، انا قلت لك مش هتحرك من مكان. ماما انا في بيتي كل يوم بعمل حاجات كتيره، بطبخ وبغسل وبعمل كل حاجه، انا جايه هنا عشان انام والعب بالموبايل وبس. والنبي يا ماما وانت بتعملي الاكل اعمليه فنجان قهوه. كانت خلفه سودا والله، خلفتك دي خلفه سودا يا اختي. الواحده زمان كانت بتروح عند امها، بص ما تخليهاش تشيل اشياء من على الارض. اما بنات اليومين دول يجوا يقعدوا يلعبوا بالموبايل وامهم هي اللي تعمل كل حاجه. على فكره يا ماما انت كده بتضيعي وقت. تمام، انا عايزه اتغدى. امر لله. يا سلام على الراحه اللي انا فيها، يا سلام لو اقعد هنا اسبوع. ده هتبقى ايه عنب. بعد 5 ساعات كلتي وانبسطتي يا حبيبتي؟ يا ماما ما نحرمش منك. وانا عملت لك الاكل وغسلت المواعين وروقت البيت وروقت ورا عيالك وعملت لهم حلويات وقعدت انضف وراهم، عملت كل حاجه. يلا بقى عشان تروحي عشان انت اتاخرتي. ايه ده يا ماما، انت مش طايقاني كده ليه؟ مين قال لك؟ ده انا بموت فيكي وفي قعدتك، بس بقول كده كفايه عشان تلحقي تروحي. طب ما اقعد عندك كام يوم. ايه كام يوم؟ هو انا ناقصه يجيني جلطه؟ لا لا لا، جوزك اتصل وقال ان هو عايزك ضروري. عايزني في ايه بقى؟ بصي يا حبيبتي، الست الشاطره ما تسيبش بيتها، ممكن جوزك يلعب بديل ولازم تروحي. صدقي صح يا ماما، انا بقول كده برضه. يلا حبيبتي شرفتي ونورتي، وبيعديها ان شاء الله بعد كام سنه. طب بقول لك ايه يا ماما، انا شفت في الثلاجه عندك لبن وبيض وكمان البتاع ده، الحلويات الحلوه اللي انت بتعمليها دي، وعندك بتنجان وطماطم، وانا كنت عايزه اطبخ بكره يعني ومش عايزه اروح السوق. ممكن اخد؟ خدي اللي انت عايزاه، ما تحرمش منك يا ماما. هي البنت اتاخرت ليه كده جوه؟ اما اروح اشوفها. انت اتاخرتي هنا ليه يا بنت؟ ايه ده، ايه الحاجات اللي في الشنطه دي؟ ولا حاجه يا ماما، ده انا لقيت لبن، خدت لبن وخدت جبنه وخدت 10 بيضات. انت جايبه كل البيت ده ليه لوحدك وانت قاعده لوحدك؟ وانت مالك يا بنت، انا حره. ما انا قلت عليك يا ماما من البيت اكل البيت كتير وحش يا ماما، فانا خدت منك 10 وسبت لك 2 ماشي، وخدت لقيت عيش طازه انت جايباه، وكمان خدت شويه خضره كده يمكن اعمل محشي، وخدت عسل ابيض وعسل اسود كمان، ولقيت سمكتين 3 قلت اخدهم، ولقيت فرختين كده حلوين عجبوني قوي خدتهم برضه. ايه اخدتي كل ده؟ امال ايه اللي اتبقى في الثلاجه؟ حته جبنه يا ماما وبيضتين، وابقي بكره اتغدي بيهم. لا كتر خيرك، انا ماشيه بقى يا ماما، مع الف سلامه. بقول لك يا ماما، انا لقيتك جايبه طاسه جديده كده شكلها حلو قوي، هتنفع في البيت فخدتها. ايه حتى الطاسه خدتيها؟ ما تغلاش عليا. طب يلا روحي. ماشي يا ماما. انت يا اختي اللي ماشيه. نعم يا ماما، في حاجه عايزاني اقعد؟ لا يا روح امك، عيالك اللي نايمين جوه دول ان شاء الله هتسيبيهم ولا ايه؟ تصدقي نسيتهم؟ ما انت هتفتكري ايه ولا ايه، مش عماله تلم من الثلاجه جوه. ربنا يخليكي يا ماما، ما تحرمش منك. روحي يا اختي خدي عيالك. مش هعرف اشيلهم يا ماما، وبعدين هم نايمين، خليهم عندك وبكره ابقى اخدهم. ايه لا وحياه امك، ما يقعدوا عندي ابدا، انت هتسيبي لي العيال وتمشي؟ لا وانا ناقصه خبطه. خدي عيالك، عيالك قبل منك. معلش بقى يا ماما، مش هينفع اخدهم، العيال نايمين واتجوز اعوانا لوحدي، هشيلهم ازاي يعني؟ خدي يا بنت هنا. انت يا بنت، انت يا بنت خدي عيالك، مش ناقصه خبطه انا. الله يخرب بيتك وبيت خلفتك السودا. باي باي يا ماما، خلي بالك من العيال. ادي اخر خلفه البنات.
ماما على فكرة انا خدت كام كوباية. بذمتكم بقى بعد اللي شفتوه ده انا عملت حاجة تزعل تخليها ما تردش عليا؟ ماشي يا ماما ربنا يسامحك.